أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة ويوم
ففزع
وهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. صدق الله العظيم.
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونا. وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. وما ربك بغافل عما كذا. أخوة الإيمان والإسلام كنا خاشعين لله تعالى مستدين لآيات ربي طلاها على مستمع فضيلة القارئ الشيخ محمود جلال الصنوري القارئ المعروف بجمهورية مصر العربية واعد عن إقامة القراء والمقيم بهذه البلدة وزيعت على اقوى مكبر الصوت ومخازن الفراش الكبرى التي ركبت من تحت ادارة اشراف الحج عبد المنعم زبزوه واولاده المقيم بمركز ومدينة ايتاي البارود. وكل مقدم العزاء كان سعيه مشكور والبقاء لله وحده.